اثنين يا ولاد. عايزه اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنرحب بسيادة السفير لويس دوماس السفير الكندي في جمهورية مصر العربية، بنرحب بالدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس أمناء الجامعات الكندية في مصر، بنرحب بكل الأخوة الحضور وبالسادة الإعلاميين. الحقيقة قبل ما أتكلم على تفاصيل مؤتمر النهاردة، وبمناسبة كمان أنه يعني انتهاء الموسم الرياضي اللي فات، نقطة مهمة جدا عايز أتكلم فيها وأهنئ كل جماهير وأعضاء النادي الأهلي على هذا الموسم الناجح. الحقيقة ناجح بكل المقاييس وعلى كل المستويات. حققنا الحمد لله رب العالمين تقريبا كل ما يتمناه جماهير ومحبي النادي الأهلي. طبعا دي نعمة كبيرة جدا من ربنا سبحانه وتعالى، بنحمد ربنا عليها، وان شاء الله نعمة ويحفظها دايما، نعمة تكون لينا ويحفظها دايما من الزوال بإذن الله. وبس كمان مش على مستوى الرياضي وتحقيق بطولات محلية وقارية، لا بس، لكن كمان على كل المستويات اللي بيرعاها النادي، وكمان المستويات الإنشائية. اعتقد برضو الموسم دوت شاف منشأ كبير جدا جدا، منشأ يتشرف به كل اهلاوي واعتقد كل انسان مصري، اللي هو فرع جديد للنادي الاهلي، فرع التجمع. الموسم ده والنتائج اللي اتحققت فيه بيحملنا احنا وبيحمل ولادنا الرياضيين وكل العاملين في النادي الاهلي مسؤولية مضاعفة ومسؤولية كبيرة جدا. كل مدرب، كل لاعب، كل مسؤول في النادي الاهلي، كل اداري، وكل من له دور مسؤولية مضاعفة في اللي جاي. اللي فات ده خلاص، فات ده بقى تاريخ اتكتب في تاريخ النادي الاهلي، لكن اللي جاي هو التحدي الاخر اللي جاي. عشان كده المسؤولية بقت مضاعفة، عشان باذن واحد احد نحاول بقدر الامكان وبجهد وباخلاص الناس كلها وجماهير الاهلي قبل كل الناس في الحفاظ على ما تحقق في من بطولات. واحنا طبعا عارفين كمان ان جمهور النادي الاهلي مش بيقبل اي حاجة غير المركز الاول. عشان كده كل واحد فينا داخل منظومة النادي لازم نقفل الصفحة دي ونبدأ باذن الله نستعد للموسم الجديد بمنتهى القوة والتركيز، لاننا الحقيقة علينا مسؤوليات كبيرة جدا تجاه من وثقوا فينا. دي مسؤولية كبيرة، المفروض ان احنا نكون على قدر هذه المسؤولية. نرجع بقى لمؤتمرنا النهاردة. الحقيقة موضوع مؤتمر بيعكس يعني نهج جديد، وبيعكس نهج احنا اللي احنا ماشيين فيه او ماشيين بيه او ماشيين عليه. احنا تملي بنقول وبنأكد، وده واقع يا جماعة، انه النادي الاهلي مش مجرد نادي رياضي. النادي الاهلي كيان مؤسسي كبير جدا بيخدم بلده، مش في الرياضة بس، لا بيقدم خدمات تانية في مجالات عديدة، وعندنا رسالة مجتمعية حريصين عليها. من خلال الرسالة دي بنحاول نساعد او نكون جنب الدولة ونساعد الدولة ونخفف العبء على مؤسستها. النهاردة احنا بنوقع عقد شراكة مع الجامعات الكندية في مصر علشان تصبح الشريك التعليمي الحصري للنادي الاهلي لمدة عامين ان شاء الله. شراكة احنا سعداء بيها طبعا. الجامعات الكندية جامعات كبيرة جدا وليها تاريخ مشرف جدا وفي المجال التعليمي، وان شاء الله بالتعاون معانا يعني تساهم في العملية التعليمية بشكل بإذن الله شكل أفضل. احنا عايزين ممارسة الرياضة يكون متلازم مع الناحية التعليمية، لأن الطفل أو الشاب اللي بيمارس رياضة أكيد ده بينعكس عليه في التعليم.
في نفس الوقت مش عايزين رياضة من غير تعليم، الاثنين بيكملوا بعض. بالتأكيد هيكون في مزايا من هذه الشراكة للنادي وكمان لأعضاء النادي ومحبيه، وممكن مستقبلا يعني في تفكير كمان ازاي لجماهير النادي زي المنح التعليمية والخصومات المالية للطلبة اللي بتدرس وبرامج الدراسات التعليمية ومزايا تانية كتير. لكن حاليا العقد اللي بيتوقع هو لأعضاء النادي ولاعيب النادي، اما موضوع الجمهور فهم لسه بيقدموا تصور وفكرة، ان شاء الله لما يقدموها باذن الله ندرسها ونعلنها للناس ان شاء الله. انا مش عايز اتكلم كتير عن تفاصيل التعاون اللي بيننا وبين الجامعات الكندية، لان اكيد طبعا اللي هيتكلم افضل مني واوقع مني دكتور مجدي القاضي، هو اللي ممكن يشرح ويوضح لحضراتكم كل حاجة بعد كده ان شاء الله في كلمته باذن الله. يا جماعة احنا مش عايزين ننسى كمان الدور المميز اللي قامت بيه الشركة المتحدة. الحقيقة الشركة المتحدة هي شريك لينا في كل الرعايات بتاعتنا، اللي يعني هي رتبت هذه الرعاية وهذه الشراكة المثمرة من كافة الجوانب، وانا بشكر الاخوة في الشركة المتحدة على المجهود اللي بيقوموا به. مرة تانية بنرحب بالسيد السفير لويس دوماس في النادي الاهلي ونشكره على الحضور، لان حضوره فعلا يعني تكريم وتشريف لمشروعنا النهاردة او رعايتنا النهاردة او حق الرعاية اللي احنا بنمضيه، ومشاركته في هذا المؤتمر اللي بيأكد برضو على العلاقات الطيبة جدا جدا بين دولتين كبيرتين مصر وكندا. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.